أعلنت كتلة الوفاق الوطني عن انتقال رئاستها الدورية من حزب الجيل الجديد إلى حزب التجمع من أجل موريتانيا تمام. وشهدت الكتلة بمخرجات الحوار الوطني الأخير الذي شاركت فيه، مضيفة أن مشاركتها مكنت من طرح ونقاش مختلف القضايا التي تراها تشكل أولوية بالنسبة للشعب الموريتاني وللمرحلة الحالية من تاريخ البلد. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. كتلة الوفاق الوطني تعلن انتقال رئاستها الدورية لحزب التجمع من أجل موريتانيا تمام، وهي الرئاسة الدورية الثالثة للحزب منذ إعلان تأسيس الكتلة مطلع العام الماضي. وجرى تسليم الرئاسة الدورية للكتلة من طرف رئيس حزب الجيل الجديد سيد محمد المحمد لنظيره رئيس حزب تمام يوسف والحرمة. ويأتي انتقال الرئاسة الدورية للكتلة وسط حديثها عما وصفته بجهود كبيرة قالت إنها بذلتها من أجل إنجاح الحوار الوطني الشامل. بعد لحظات اللي تسلم للرئيس يوسف الحمود بذانة اللي نقول اعلن انه في المرحله اللي احنا كنا كان فيه نشتغلوا اعلن استقالنا الى اقصى درجه اللي الحمد لله نجح الحوار. وهذا مكسب وركت امام مخرجات الحوار اللي تبدا ان شاء الله من اليوم ولا الصبح في قصر المؤتمرات تشتغلها فهمت ليش معاك فعليها. الرئيس الدوري الجديد لكتلة الوفاق الوطني يوسف الحرمة دعا ما أسماها المعارضة الممانعة للالتحاق بركب الحوار والاستفادة من مخرجاته. إن واجبنا اليوم كنخب سياسية مسؤولة أمام الله وأمام الشعب هو أن نعمل على رأب الصدع العميق الذي يهدد بضرب وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي ويتطور بشكل مذهل على حين غفلة من منظومتنا السياسية بقطبيها الأغلبية الحاكمة والمعارضة. وأستغل هذه الفرصة هنا لدعوة إخوتي في المعارضة الممانعة من الالتحاق بركب الحوار والاستفادة من مخرجاته من أجل المشاركة في صناعة القرار المستقبلي لموريتانيا وإرساء أسس دولة القانون والعدالة الاجتماعية ومواكبة الإصلاحات الهامة التي تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي. وتضم كتلة الوفاق الوطني حزب التجمع من أجل موريتانيا وحزب الجيل الجديد وحزب المستقبل جناح محمد البربص الذي أعلن استقالته من الكتلة وقاطع مؤتمرها الصحفي. وصرح البربص لقناة المرابطون أن الكتلة شكلت تحديدا من أجل الحوار وأنها لم تعد موائمة للمرحلة الحالية وأن بقاءه فيها يشغله عن بعض الأولويات الحزبية.